سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ستريت ارت في الموسم الثاني ديالو. اليوم الضيف ديال الحلقه ديالنا واحد الضيف اللي عطى بزاف للراب المغربي، وفي هذه الحلقه هذه واحد الحلقه سبيسيال مع الضيف ديالنا اللي غنهضروا فيها على بزاف ديال البرانات اللي طالعين حاليا في الراب المغربي. معنا الشيح شمال. السلام عليكم، كي داير اخويا؟ بخير، مزيان، لاباس عليك؟ ابوستو ابوستو مي اميغو تشوتا ابوستو. الحمد لله. اخ ديالنا روش اللي تا هو رابور قديم، تا هو يامه العصابه فاميلي. صافا خويا؟ صحيحه بخير الحمد لله خويا، الله يسلمك. صافي بليزير خويا نعاودو نشوفوك خويا مره اخرى من بعد واحد الغيبه طويله، حتى انت واقيلا لا نوفي جينيراسيون قليل اللي كيعرفك. الله يحفظك. الشيح شمال، دابا بزاف تاع لا نوفي جينيراسيون ما كيعرفوكش ياك، ولكن لونسيان جينيراسيون اللي منهم تاع انا والدراري كاملين يعني كنعرفوك وكنعرفوك من يامه الله بدا الموفمون لعيباش. بغيناك تقدم لنا راسك لهاد لا نوفي جينيراسيون. بعجاله الشيح شمال، كنسمع كازا كرو، جروب اللي حنا اللي دخلنا الراب للمغرب اصلا. ملي كنا كنرابي وما كان حتى واحد كيرابي، وملي اصلا كان الراب ديك الساعه شي حاجه اللي غريبه للمجتمع، شي حاجه عجيبه. ضحكوا علينا على الحوايج لارج اكسيتيرا اكسيتيرا، المهم ليستوار كاع عارفين الناس. دوز باركور كبير، غنيت في اوروبا كامله، غنيت في دول عربيه مع كازا كرو، بعض المرات بوحدي ملي خرجت الالبوم ديالي سولو. هذا هو الشيح شمال في الريبيرتوار ديالي. اش غادي نقول لك، 27 كليب فيديو اللي دخل سيغ يوتيوب، دار سميتي راه يقطع لي داكشي. و ميم طون عندي 5 لي زالبوم، وهذا هو السادس اللي غنخرج في الديسكوغرافي. و لي زالبوم ديالك كانوا فيهم دي فيرسيون؟ دي فيرسيون وحده اللي كان فيها فيرسيون هي انا حر، كان فيها فيرسيون بلاك و فيرسيون روس. و ميم طون كندير السينما، راه غالبا ما غيكونوا شافوني في بزاف المسلسلات اللي دزت فيهم، بحال مسلسل زينه، بحال ساعه في الجحيم، بزاف المسلسلات اللي مثلت فيهم. يعني عندي دو كاسكيت في هذه الوقيته هذه، ديسكوغرافي عندك. تقيل داكشي، راه 20 عام دوكا. تبارك الله، عمر الدري، عمر الراجل. وعلى مولانا، خصنا نجوجوه. والله إلا خصنا نجوجوه. الشيح شمال، كنتي واحد الوقيته كنتي ما كاين موجود في لي ريزو سوسيو كل شيء، واحد الوقيته غبرتي. هذيك الوقيته اللي غبرت دابا شي 3 سنين تقريبا، حتى 3 سنين ونص. هذيك الوقيته اللي غبرت هي ميكس مشدود. كنت مشدود؟ ميكس مشدود هذيك هي الوقيته، لاقاش انا عمري ما كان عندي كامباك، لاقاش كنت ديما خدام اعوام ورا اعوام كاينه الخدمه. بغيتها شي نهار توحش هذيك الشيح شمال، راه رجع ما كان ديما ناكل، فهمتيني؟ كنخدم لي كليب، كنخدم انا هو دمي بحال هكا. شنو كان السبب ديالك باش شدو؟ كانوا عده اسباب. نبدا لك ليستوار من الاول. واش انت شديتي جوج شداش على عارف ليك؟ شداش فوالا. ليستوار غنعاود لك عشيرين من الاول. المره الاولى في 2011 كنت درت واحد الكونكور ديال هاكي الميكرو، هذاك الكونكور ديال هاكي الميكرو. درت ديال شكون احسن دريه غتشطح على واحد الديسك ديالي جديد. خرجتو. بداو الدريات كيصوروا لي فيديو كيلوحوهم في يوتيوب اكسيتيرا. من بعد جات واحد الدريه عيطات لي، قالت لي راه عيط لي شي واحد وقال لي خاصك ديكلاري بهذاك السيد اللي دار داك الكونكور. هذاك السيد اللي عيط لها ان التيار تابع، ان اتجاه تابع، الله اعلم، قال لها ديكلاري به، حنا غنتكلفوا بداك الشيء. هي عيطات لي قالت لي شنو قالوا واش قالت لي، قالت لي من اليوم ما نبقى نشوفك، ما نبقى نجي عندك، ما نبقى صافي. وبدلات النمره وداك الشيء، خافت على راسها، خافت هي تخلعت باش نجبد سميتها. انا جاتني بيزار، قلت واقيلا كتكذب ولا شي حاجه، دازت ان ابيورس. يعني واش هذه تصفيه حسابات بينك وبين شي واحد؟ 100% 100%. من بعد جات ليطاب الثانيه، هي عامين من وراها، عامين من وراها درت واحد المورسو سميتو 00 اش كازا بلانكا. بانت معايا واحد الدريه كتشطح في هذاك الكليب وداك الشيء، بين قوسين اول واحد اللي في المغرب اللي كان كيبانوا مع الكليبات، كيبانوا الدريات بحال هكا. انت دخلت هاد اللعيبه فوالا، هذا الروابا دابا كاع اللي بداو كيدوزوا مع الدريات كانوا كينتقدوني على ليبوك، مي بون دابا هما غيحسوا، دابا غيفهموا، دابا هما يلاه غيفهموا. ما علينا، شويه تاع ديك الدريه ديكلارات بيا انا والرياليزاتور بان باه اللي ديكلار بانها مينور وبانت معنا في الكليب. وحنا ما انا ما فراسيش، انا جايبها ميزون دو كاستينغ، راه موقف انا باش عرفت انا قداش تبارك الله، مش غادي نعرف انا نقول لها لا كارت ديالك وانا ارتيست، انا مقابله الكاميرا. شفتها عرفتي قداش؟ ديك اللي كانت كتشطح قدام كواك. دابا با هو اللي دار لينا شاخته، با هو اللي دار لينا المشاكل ديكلارا بينا. هنا فين كاين المشكل؟ صافي هذاك المشكل الثاني. المشكل الثالث دازوا كاع دازوا ان ابيرسيو. والمشكله ان نفس الكوميساريه هي اللي ديما
كتاخذ الانيسياتيف ديك الكوميساريه ديال اناسي اللي بعيده على انا ساكن برنازيم اللي بعيده عليا بربعه لي زاروديسمون يعني واش كاين شي واحد برلماني تماك واش كاين شي واحد عندي معاه شي حساب ما فهمتش شي واحد ضد الموسيقى ديالي ضد الافكار ديالي المهم هما اللي كيقلبوا ليا جات الثالثه هي واحد البنت هادشي كل حاجه بيناتها عامين عام ونص كيبدا شي خوار ما كيشدش ليهم ولكن هاد الثالثه ثابته شدات ليهم واحد البنت كانت معايا كنت خدام معاها في الالبوم ديالها كنوجد ليها في الالبوم ديالها باش نخرج ليها حتى وراتني كونفرساسيون من واحد البوليسي في واتساب كيقول لها راه بغينا نشدوه هو هذاك بغينا نشدوه جي ديكلاري بي ديري ليه اغتصاب ديري ليه شي حاجه المهم ديري ليه شي حاجه قال لها بحال هكا فوالا مكتوب باش الكونفرساسيون بعيني كنا قالت لي نقدر نقول طالقاه مي بون قلت لها بقيت كنسايس معاها قلت لها ما فهمت والو وقلت لك مكذوب ياك ما داكشي صيفطت شي ناس اللي تحرروا على داكشي قالوا لهم راه حنا ما فراسنا حتى اونكيت مديور عليه من بعد حتى كنتشد على الموتيف ديال الاغتصاب اغتصاب هما ما الصحافه ديالنا دوك الصحافه ديال والو كصحافه كنحترم الناس الواعرين الوازنين في الصحافه وكاين شي صحافه ملصقين باغيين يديروا البوز بعباد الله الشهداء ديال عباد الله هذوك هما اللي خرجوا كيقول لا حق لايح فيديوهات في الانترنت كاع الناس كيتفرجوا في فيديوهات وانا كنتحدى اي واحد يجيب شي فيديو ديالي هنا في الانترنت فهمتيني المهم هذا هو المشكل اللي تشديت عليه البنت تحطات عليا باطل ديال الاغتصاب بقيت في قاضي التحقيق ولكن علاش هي في الاول ما بغاتش تديكلاري تشدات معايا حتى هي تشدات معايا حيت ما فهموش هما قالوا كيفاش هادو بجوج مشدودين انا وياه الاخر ضربت عام في عكاشه وهي شحال ضربات؟ طلعت هي ضربات شهرين ملي طلعت عند الرئيس شاف القضيه بانت لي سميتو هو يخرجني ديك الساعه انا ضربت عام بحال ضربت عام فابور حيت الاغتصاب خاص خرجوك براءة خرجوني عطوني 8 شهور واش ما عرفتش ما دابا هنا في المغرب ما كاينش براءة نتحدى اي واحد هنا في المغرب خرج براءة ويلا خرج شي براءة كيقول لك في حالة شك براءة في حالة شك يعني يقدروا يردوك اونكيت اخر ذكرا على السجن دابا حاليا طاري واحد البلان في الراب المغربي شدوا عليه صامد وشدوا واحد التيم من سي بي كات كان تقريبا كامل شنو كيبان لك انت فهاد الشدات يعني كواحد معرض لهذا الشيء من الموسيقى ما قدرش نكذب عليك ما عنديش واحد الفكره صائبه لحقاش انا شفت داكشي في لي ريزو سوسيو شفت في الانترنت نتبعهم حاجه اللي مطلب ليهم الله يطلق صراحهم لحقاش انا عارف الحبس كي داير الله يطلق صراحهم والله يدير التاويل ليهم او ميم طون والديهم ساكن غيبقاو فيا بزاف حيت هما اللي غيتخسخوا بزاف هما اللي غيبقاو يتجارا وداكشي هما اللي غادي يضربوا تمار هذا هو اللي اثر فيا واش كتشوف ان هادشي مستهدف؟ ما نقدرش نعطيك واحد لوبينيون نقول لك استهداف حيت دابا كاينين جوج حوايج انا كنت مستهدف واحد الوقيت واخا ما دوش عليه في الصحافه وداكشي الصحافه دوات عليا نيجاتيف ماشي دوات عليا بوزيتيف عمر شي واحد هز لافيته وقال لا حكا هذاك راه مظلوم علاش هاد النقطه اللي بغيت نطرق لها وما فهمتش هاد العيب هذا علاش الصحافه ما دواتش على هاد المواضيع هادو حيت هما دي زارتيست نورمال هما يا صحافه يقدروا يجبدوا لك الحاجه السلبيه الحاجه الايجابيه ولا راك مظلوم ولا شي حاجه هذيك عمرك تحلم بها لا ولكن مني تشد سعد المجرد راه دواء وقال لك لا ما داهاش وهذوك حسابات اخرين وهذيك سعد المجرد موسيقتو كترطب الشعر وندوي لوجيك احبك تحبينني الراب لا الراب كيتوشي يعني تقول ان الراب ما عرفاش به الدوله نقدر نقول لك هاد الحاجه علاش حيت شي حاجه اللي هي كتوشوش فهاد التشارج فهمتيني ماشي اي واحد غادي يتقبل ماشي ساعه المجرد ساعه المجرد غادي تقدر العالم كامل يتصنت ليه ها الراب لا ولكن دابا حاليا وليت كنشوف الراب محرك انت كنت كترابي كنت كترابي شحال كترابي شحال هادي مع العصابه فاميلي وهداك الشيء قبل من العصابه انا شخصيا عرفتك مع العصابه اللي بغيت نقول لك يعني انت تشديتي واحد الوقيته تمام ولكن ماشي على الموسيقى ديالك لا ماشي على الموسيقى كواحد تشد باش كتنصح الشباب نصيحه عامه للشباب كاملين الطريق ديال الحبس خايب ما فيها والو والانسان اللي كيتشد في الحبس والديه هما اللي كيبقاو مكرفسين يعني انت واش كتشوف ان الراب يقدر يصيفطك للحبس علاش غادي يصيفطني للحبس اشنو الراب شنو اللي غيخليك تصيفطني للحبس انت راك عارف عندك واحد الحدود ما خصكش تتفاداها مقدسات عم تدوش مقدسات عندك ما خصكش تتفاداها اي حاجه دوي فيها نورمالمون حنا في المغرب عندنا حريه التعبير تيقول لك ما تبقايش المقدسات ودوي فاش ما بغيتيش دابا انا نعاود لك واحد ليستوار سهله خذ مثال مني انا يا عشو ماشي نعاود لك غير شي حاجه اللي عاودي لي انا هاد اللعبه عشه خرجنا كليب ديال فين حقنا شحت مال ومسلم خرجنا هذا الفيوز ديال بصح ديك الوقيته باش دير 5 مليون دو فيو
وديك الساعه لي زانترنت واقيلا كانوا 3 مليون في المغرب، كنقول لك في 2010 يعني امبوس يعني تشوف في المغرب ولا برا. اول فيديو طالع فيديوز هو هذاك في المغرب كامل يعني باشهارات كل شيء يعني باش وصل هذه يعني الناس ما كانش بحال دابا الاوتولايك واللوجيسيالات وتخلص تخلص فيسبوك باش يشهروا لك وهذاك الشيء. المهم هذاك بحر خرعه يعني خلصت منه حلال ماشي حلال كاينه الاخرى حرام ما علينا. دابا هذيك الوقيته فاش خرج الكليب ديال فين حقنا شنو وقع؟ شداتو حركه 20 فبراير اللي كانت ضد النظام وضد الملكيه وضد بزاف الحوايج اللي كانوا كيخرجوا الشوارع، شداتو حطاتو اوفيسيال في الفيسبوك ديالو. فهمتيني عاد زعما كان راه هادشي راه معانا وما اه راه معانا هاد الكلام اللي كيقولوا تماما. الحاقد غير عجبو لحالهم شاف داك الشيء. لا الحاقد كان معاهم يعني دخل معاهم في هذاك الشيء، حنا ما كناش داخلين في داك الشيء، خرجنا الصحافه انا ومسلم كنقولوا بان حنا راه داك الديسكتيرين وهذه القناعات ديالنا لا علاقه لهم باي جهه كما كانت. ما جا حتى بوليسي جا عندي قال لي علاش درتي ولاش درتي. هنا اش بغيت نشرح لك؟ حريه التعبير. بان راه ما كايناش هذيك ترافيق بشي الحبس. خلاصه باش نسدوا هاد الموضوع ونديروا بين قوسين. فهمتك. كان الوحيد اللي ما غاديش نقول لك يستاهل يمشي للحبس ولكن هو الحاقد. الحاقد ولا كيقيس مقدسات تاع الدوله. هذا الشيء اللي عارفين حنا انه كيصيفط. اش غادي نقول لك بالنسبه للحاقد؟ ماشي كاع المناتيف اللي تشد عليهم تشد جوج مناتيف ولا مع ثلاثه. انا ما بغاش ندخل في الحيتيات. هو كتبقى حريه شخصيه ديالو داك الشيء اللي كيغني. اه ولكن راه الحريه ديالك كتساني منك تقيس الحريه تاع الاخر. دابا انا بغيت نسولك انا غني التراك وقصتك انت بسميتك وعائلتك وملي غتصنت ليه ما غتشوشاش؟ غنتشوش كذلك وميتا. طبق على كل شيء فهمتي؟ رابي خلط الدق وحتى كتب وخلط الدق ما تعرفش فيه مثل لوحه وخلاها غاده كتبوم به. ما تقصدش ما تقصدش حيت غتقصدني انا غضرني، غتقصد واحد اخر غضر، عاد غتقصد واحد اخر عنده منصب انت ما عندكش ومضروب، عاد غادي تقصد واحد اخر كبير مهور غادي تقول لي انت انت انت. حتى قانونيا اسمح لي غادي نقول غادي نقولها كاع الدراري الشباب اللي كيرابوا باش يعرفوها. قانونيا ملي كتجبد شي ارتيست بسميتو راه كاين واحد الفصل في القانون ديال السب والشتم كيحكم عليه في 6 شهور. يعني انا عائلتك انت سليم في انترفيو شي حاجه عندك حق ترفع بيا دعوه ونمشي نضرب عليك الحبس. ها انا وياك ولا اي واحد فهمتي؟ ها باش بنادم اللي بغى يكلاشي شي واحد يعرف اش كيقول ويعرف اش كيدير. فهمتك. راه معيوره انت ولد الفاعله بسميتو راه مشيتي للحبس. خاصو غير هو يدير هذيك المسطره ديال يشد داك المقطع ديال الفيديو يدي الكوميساريه يرفعوك بلانت غيجيبوك هذوك المينوط وغيديك. عاد دخلتي للسياسي ودخلتي. يعني يكون افضل الشباب حيت الشباب ما عارفينش الدقان يكون افضل من جبد بنادم بسميتو. يعني الا بغيتي ما تمشيش للحبس، بغيتي تمشي للحبس راه باين والله يدير لهم شي تاويل. امين يا ربي. كنتمناو حق الله العظيم. شوف والله ما كرهتش الدراري يخرجوا حق الله العلي العظيم. راه كلشي راه حيت الوالدين والمشاكل والحبس ما كتبغي حتى شي واحد. وكاين اللي غتمشي لقرايته بحال الديمون راه تيقرا. مشات لينا حنا قرايتنا في 2007 اول مره تشديت مشات لي قرايتي صافي. ما شافش فيا الوكيل قلت لي شهاده مدرسي هكذا ما شافش فيه صافي. مشى لي امتحان كان عندي امتحان شهر 7 صافي من تما تشرفت. واحد الميساج اللي غنقول لي جون كاملين اللي كيشوفونا الله يرحم ليكم الوالدين. خاصكم تعرفوا ملي كتدخل الحبس راه في اي لحظه قدر وجهك يتخسر، في اي لحظه تقدر تموت. علاش؟ حيت في الحبس شكون اللي كاين؟ راه المجرمين راه هذوك الخيبين في الدروبه كيتجمعوا كامل. يعني مجمع ديال الشر هو اللي كيتجمع في الحبس. تقدر في اي لحظه انت داخل الطواليط غيتبعك واحد يخسرك في وجهك. علاش؟ حيت تخطيتيه وما قلتيش ليه اسمح ليا. شوف شوف شحال بسيط هذا الشيء. تقدر تولي حياتك كلها بشات. تقدر مثلا انت ناعس تناقرتي مع شي واحد وانت صح منه كاع ناعس وكتشخر انت كتنوط راسك كلك دمايات خلاك تنعسي وضربك. هادشي رائج وسهل. بنادم عنده 30 عام هذا اللي كينوض كيدير لك. اما كاين داكشي بارد كيدير لك حاجه خفيفه في الماكله. كتاكل انت ما فخباركش كتاكل وكتلقى راسك مشيتي تماما. راه شي بنادم يتفادى ديك الطريق راه مطريق. اي واحد عندك شي نهار شي واحد يبدا يرابي يبدا يقول لكم انا الحبس بطال كذا 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 راه ما كاينش داكشي. تبعش واحد كيرابي كيقول لك انا الحبس وكيتعنى به وفي تتقلب على الحبس باش تتولي عندك هيبه وشان راه غتمشي راه العذاب. وكنتحدى اي واحد كيمشي للحبس يقول لك انا لا لاعب غايه العذاب. اي واحد تيقول انا عنصر. اي واحد كيدخل الحبس كينسى العنصريه على برا في الباب ديال السجن. حيت الا بغيتي دير شي حاجه لداخل كيبقاو يطبقوا عليك في المساطح تيتسبوا ليك والديك وكتحضر راسك وكتدخل لبلاصتك وماشي نفعو كاشف حبس ديال العروبيه.
حيت درتي علاش؟ هذا واقع. وا باش بنادم دابا هادشي كنقولوا لهم باش دابا الدراري الشباب اللي عندهم 16 عام 17 عام 18 عام ما يتبعوش ديك الطريق ديال التشكار وديال الحابس وباش انا نولي في الدرب كنحتارم وداكشي راه سينما اما الواقع هضره اخرى. اللهم بنادم يمشي يقابل قرايته ويقلب على مستقبل بنادم يشد ليمن ياك واغلبيه ديال العناصر واغلبيه ديال المجرمين ملي كتلاقى معاهم كيقول لك ندمت على قرايتي. هذا هو بيان سور شحال ما كتمشي لحياتك واحد الحبس اما كيردعك اما كيخرجك لا ماشي علاه يردعك واخا تخرج ديريك تبقى تاكلها في الدقه انت وتخرج ديريك شحال تصور حياتك مشات الدار غتبقى عذاب يا غتموت في الشانطي غادي تجيك شي كارثه يا الله يستر اخويا والله يطلق صراحه الدراري الله يطلق صراحه الصراحه الله يطلق صراحه الله يسمعنا اخبار الخير ان شاء الله. شحت في الغياب ديالك كثروا عليك كثرت عليك الهضره بزاف واقيلا انت ما كان في راسك والو على واحد اللعيبه اللي كانت رائجه بزاف واحد الوقيته في ليزان تافوج على ستريت ارت هي العصابه فاميلي والعصابه ميوزك. بزاف الناس يقول لك لا الحكم كوا ان بروفيسور هما اللي داروا العصابه وشي وحدين اللي هو الترون سيست يقول لك لا شحت هو مول العصابه. شنو كيبان لك انت في هادشي؟ حنا الحقيقه بغينا نعرفوها منك اخويا. انا نقول لك هذاك الشيء غروسو مودو كنضحك كنضحك الشيء راه كيضحك. دابا انا نعاود لك واحد اللعيبه غنعاودها لك غنعاود لك وهو غادي يكمل. اول حاجه انا في دماغي ديما كنختار شي حاجه جديده في حياتي. اخترت كازاكرو. انت هو الفونداتور تاع كازاكرو؟ الفونداتور اخترعت هذاك الكيان كله اخترعته. عيط الماستر عيط الكروبات كانوا بزاف ديال لي زارتيست فيه بلا ما نذكر الاسمياء ديال اسميتهم. جمعتهم قلت لهم غندير واحد الجروب سميتو كازاكرو اللي غيروبريزونتي كازا. داز كازاكرو سالينا من هذه هذه بشهاده ماستر فلو بشهاده جي اوكي بكاع الناس اللي كانوا اللي معنا وراه كيقولوها في التلفازه راه كاع الناس عارفينها. موراها جات ايطاب اخرى ديال شروع هذا الراب. شروع هذا الراب كانوا كاع الدراري الواعرين اللي كانوا دي كومبيلاسيون دي كومبيلاسيون راه ميم انت راه دزتي في دي كومبيلاسيون ايامات مايك ستريت ناري ناري جبت اخويا السمية يعني هادشي الونسيان اللي كنتي كتغني وداكشي. ما علينا دازو بزاف ديال ليزارتيست هابلو اش نايم بيرات صابر اش غنقول لك كلشي داز. ميم ستار مان هو داز فيها بزاف ديال هذيك الشروعه ديال الراب. داز فيها شكون بزاف بزاف كاع المرسوات الزوينين عندي كنجمعهم كنخرجهم في كومبيلاسيون. ميم سجلت واحد الكومبيلاسيون خرجتها مع ايت غاديو خرجوها دارت في المغرب كامل. داكشي اللي بغينا وصلنا ليه الراب من والو دراري دي جون كان شي صرف من هادشي شهرو. لا ما الصرف ما يمكنش الصرف. هما يا نورمالمون الدراري اللي كانوا في كومبيلاسيون سيناو مشاو خداو فلوس من ايت غاديو خلصات من ايت غاديو داكشي ماشي مشكل. ما كانش كيبقاو دي بتي ديتاي. المهم عندنا هو انت كتدخل الاسيما ولا كتدخل الماكدو ولا كتدخل شي بلاصه كتلقى البوم ديالك كيتباع فهمتيني. هذا هو المهم في هادشي كامل. داز الايطاب الثاني انا باش كنقول لك كنختار عليه كونسيبسيون. جا الكونسيبت الثاني هو الثالث اون فيت هو ديال العصابه فهمتيني. جالس قلت غادي نختار واحد الكونسيبت سميتو عصابه فاميلي بحال العائله. عصابه في الموسيقى بحال هكا بهذا المعنى ماشي عصابه كنخرجوا الشانطي ولا كنخرجوا. خرجت الان خرجت دو كنجمع الدراري كنسجلوا مورسو كنصاوبوا كليب واحد كنخرجوا وغادي ايطاب باغ ايطاب. هذه هي العصابه. دازوا فيه عدد ديال لي زارتيست ماشي واحد. لا قال واحد انا اناني. الا قلت انا راه انا اناني انا مول كرياتور ديال ليسبري ديال ديك الجماعه ولكن راه ما كانوش الاخرين ما غاتكونش العصابه. ولا جينا ندويو على العصابه ديال بصح يعني عصابه ديال بصح ديال الزنقه وديال اللي مدوزه تاع عصابيه ديال بصح العصبيه ديال بصح غادي نجبد الروش. حيت الروش انا كندور في جناح اربعه كندور في الكورت كعيط الروش من جناح ثلاثه واش شحت ما فين عشيري ويقول فين عشيري وبدينا كنتلاغاو. هنا كيبان لك احنا ما ملاقيينش في ماكدونالد انا وياه تسالمنا دايرين جويلة بحال هادو ديال دابا وتلاقينا وجلسنا وبدينا راه كنتلاقاو في الحبس راه الاجرام فين كنتلاقاو. هذه عصابه. شويه عاوتاني واحد الموظف جا عيط عليا في السيلون قال لي شحت مان نط عنده فين اخويا بخير لاباس عليك. قال لي راه سلم عليك نبيل الدوله اللي كنبلغوا لي السلام بيك ديدي كاس نبيل الدوله وما كانش خدام كون كان معنا. ملي جات ديك ليطاب قال لي هو يقول لي قال لي كتعرف نبيل الدولة؟ قلت لي اه. قال لي يلاه جيت من السبيطار يلاه جبتو من السبيطار. قلت لي مالو؟ كنصحابو دار المعدة ولا شي حاجة هادشي راه في الحبس هادشي. هما قال لي راه ما عطاوش الدواء ديالو. قال لي هو يخشي راه يدو في الكرية ويطردقها. فهمتي هادو كيبان لك بنادم راه هادي هي راه عصابة ديال تخشي يدك في الكرية وطردقها راه خاصك تكون لا راه ما ساهلاش واش فهمتي. شوف راه كيبان داكشي في الافلام في الافلام كيبان تريكاج فوالا الله يرحم الوالد. دابا كنشرح لك هاد المسائل اش كنقولهم لك. الا جينا ندويو على الجيم والزنقه وداكشي ولا جينا ندويو على واحد كيمشي يخون انسترومونتال هذاك كيتسمى العصابه ميوزيك
يخون انسترومونتال ويلعب عليها. وهذا راه الواقع، هذا ابارات شي راه نوليو في حوايج اخرين فهمتيني. ولكن حنا دابا غير كندويو بروف صار مان عشراني عزازين عليا بيس ليهم وكلشي داروا غلط ندوزوه بشريبات الماء. نسول واحد السؤال، واش بصح كنتي كتستغل الترون 6 ملي كانت تجي تسجل عندك؟ اجي نقول لك هادشي ما كاينش. دابا انا شو هادشي ما كاينش، انا غادي ندوي في هادشي. تفضل. هادشي ما كاينش. انا عندي استوديو، اجي تبغي تسجل عندي سواء انا عندي في العصابه ولا ما عنديش، انا ابار استوديو راه عندي وليدات خاصهم ما ياكلوا فهمتيني. راه ماشي غنقابلك حتى دير لي شويه التشويكه ود عليا الرجوله ما كايناش، لا راه ولادي خاصهم حتى هما ياكلوا شي العيد يعني خاصو يجي خاصو يخلص دوما بيسي خدام ظهري دارني كرسي كانوا شي واحد ما كيخلصوش يعني عادي كتعاون معاهم. دابا انا نقول لك انا بزاف ديال النماذج بغيت نجبد سمياتو، ماشي واحد كيجي عندي كنلقى قدام لابس السلام خويا الشحط بخير لاباس عليك، كيجيني من الاخر كاين اللي كيبكي كاع حتى الدموع كيتلقى كيقول لي راه بغيت نسجل معاه. عندي دو شوا، نقول لي سير بحالك وكنقول له يدخل. ملي كنشوف ليه في عيني يكتب لي ما عندوش راه ام، راه ولد الشعب، انا راه ماشي ملياردير ولا مليونير. كنحل ليه الباب كنقول له يدخل، كنشجل ليه كنعطيه التراك في سبيل الله هذاك الشيء كنعطيه وكنجي. يعني درت شي حاجه مزيان مع شي واحد في سبيل الله، ما درتهاش معاه حيت هو واعر. حيت انا بما نذكر واحد الاسم كبير في الساحه الفنيه جا بغى يسجل عندي ديسك. وقلت لي لا ما غاتسجلش تخلص. كبير. من الاخر. الا جبت سميتو غادي ما بغيتش انا نطيح في هذاك ما بغيتش نطيح في هذاك الموقف حيت هذا الشيء ديال البراش ما عنديش معاه انا فهمتي. كيجي عندي بنادم فقير ما عندوش غنسجل ليه. اذا عاود السؤال واش كدير مع شي دراري كتسجل؟ الا كان فقير راه كنسجل ليه فابور. كان عنده شويه ديال لي مويا راه هذا ما يعني الترون 6 فقير هذه كتفقير الترون 6 كان تجي كيخلص عادي بحالو بحال بحالو بحال هو يا الترون 6 بيك ديديكاس من لهنا راه تا هو داك اللي جبدك تا هو بالخير تا هو فلان. والله تا تشبرش فيه وحق الله مسكين فلان قلبي جديد. شوف نقول لك واحد الحاجه شي بيناتنا القلوب صافيه ما كاين والو. عادي يا شيري شي نقول لك شي الترون 6 كان كيجي عندي من برشيد ياك كيجي كيبان لي باللي كيسالي الطاكسيات كنعطي السيرو ديال الاستوديو وكنمشي. هذه ما كنديرها مع حتى واحد هاك سيرو الاستوديو وكنمشي وكنخليه في الاستوديو متمزك ليه كله يسجل يدبر راسو مالوش عاطيني ما عاطيني والو. رجوله هذيك ما باغيش في هذاك الليل يبقى ما عندوش باش في الطاكسيات كيسالي وما نحضرش الليل ديال برشيد فهمتيني. سمعت واحد اللعيبه تاع دون بيغ واحد اللقطه تيقول فيها شي حاجه ماشي تندخل الحبس عاد نبيع عاد نخرج عاد نبيع الالبوم ديالي شي حاجه بحال هكا. وبزاف تاع الناس تيقول لك على دون بيغ ويكمل دون بيغ ما كيمزكنيش. علاش؟ ارطب. كيفاش ارطب؟ واش غني تا هو تيقول لك والاولد سكول ديالو ملي كان مع المافيا السي ارطب ياك. كان ديك المافيا السي كان فيها الكابريس تقدر تكمل. المهم هذه نقطه خصني نقولها. كان ستيفراغامان تا هو ستيفراغامان دخل بواحد الريغي راب في المغرب نقدر نقول لك من الاولين اللي قصروا الراغا راب في المغرب. لا عطاشر باش ما نكون واقعيين. البيك تمرق بدل ماشي من 2006 ديك مغاربه تا الموت تمرق تما المرقة صافي الفلوس كذا صافي فهمتي. بحال قال لك بغيت نطلق مره وراه كاين شي واحد ما يحمنيش على هذا الهضره وكاين شي واحد يقول كاين ولا كاين شي حاجه اللي كاين كاين هذا الشيء كيبقى الراي الشخصي ديالك الراي الشخصي ديالك ويحترم. رجعوا السؤال. وبزاف تاع الناس تيقول لك كونكو في ديك اللعيبه دق على شي حشمان حد شي حشمان شي حشمان اللعيبه شتا بزاف راه جا في فوالا. لاقاش دابا انا بزاف الناس كيصيفطوا لي كومونتير بريفي. انت سمعت هاد اللعيبه؟ سمعتها بزاف كيصيفطوا لي كومونتير جاوبوه دير عليه فهاد ليه ترك ليه ترك ليه. لقاش اصلا بيناتنا بيف شحال هادي كان هو طلع الميوزيك اوارد ما كنتش انا ملي نوميني وطلع هو يقول لهم اللي ربح هاد العام هو شحط مان في ميوزيك اوارد. انت ما كنتيش اصلا ما كنتش لا في نوميني ما انا في شتي طلع بغيت نضحك معاك ولا كيف؟ ما فهمتش انا يا واش قلت هذا مساوس ولا باغي شو هو كيحسبها؟ الا حسبها ضحك انا راه ما حسبتهاش ضحك انا حسبتها كريره وهريره واش فهمتيني بقات لي انا في الدماغ وبقاو لي بيه في الدقان في المرصوات وداك الشيء. دابا انا ماكس مشدود ما كنتش ملي خرج هما يصدموني بك اللعيبه كلشي كيصيفطها لي. دابا الان انا كنتسنى الجواب ديالو زعما يشرح حيت الا ما شرحش عاوتاني راه هضره اخرى غادي نقول لك حاجه اخرى. الله يسامحك. شوف انا سامع لك اخويا كدير داكشي ديال البوكس واللعيبات شويه في خبيزه. لا كنا
قبل ما يوقع لي هاد الشده هادي كنت مولوع بزاف بالكيك بوكسينغ. بدر هاري كيسطيني بيغ بيس البدر هاري عزيز عليا بزاف. تبعت الكومبات ديالو قلنا حنا نديرو شويه في خبيز مع منيك صغير. كنت كندير الكاراتيه ندير سانتير نوار. درت شويه لا بوكس ميكس صغير في كازا بلونكيز. ملي كنت صغير كنعاود 12 عام. قلت انا نديرو الباك. رجعنا عاوتاني نترينيو وقال لي داكشي مزيان. قال لي انا غادي مزيان. شديت بالزربه. قال لي المدرب طلع تلعب بطوله المغرب. قلت لي بسم الله. طلعت ربحت الحمد لله. جبت الميداليه وجوا خابشة تحرقات لي في السوليو وبقى لي هنايا الميداليه ديال بطل المغرب. جا الكوب كاع داك التخربيق. دازت عامين اخرى لعبت عاوتاني ربحت بطوله المغرب. عامين تابع شدا باقي الوقت. شدا باقي الوقت باش تجي. خاصك تريني لداخل اكثر. كنتريني باش نتعرفوا على اللعبه. كنطلع عليه كيبان ليا انا مسطي على الشحت سبرديله. بلادي كيوم انت اللي كدوس المونتيف. الشحشمان او يونس كيفاش كتجيك لا نوفيل جينيراسيون؟ حاجه اللي زوينه تحرك لو موفمون. الحاجه اللي عجبتني في الجين نوفي جيناس لو موفمون تحرك. ملي خرجتي بان داك شي حاجه اخرى ما فهمتي والو. انا ما فهمتش. قلت اوه كيبان لي يعني كاع الدراري لي جون وداك الشيء كيديروا المزيكا في ودنهم كتلقى بان كيتمزكوا للراب. الراب كلشي الراب شويه نقص. لقاش لداخل حاجه اخرى. داخل راه ما كيعرفوش هاد النوفيل جينيراسيون وهاد التخربيق هادوك دومار راي وكيعرفوها شرق قطع. قليل الروابا اللي قليل الروابا اللي كيعرفهم قليل فهمتي. الا لا تعرف عليك تماك سور بلاص ولا كوموندي ولا اي بات قلال. ما علينا. هنا تحرك الموفمون. تحرك الموفمون عجبني عجبني الحال صراحه. داروا واحد لي فوق. داروا واحد اللعيبه زوينه. هذه البوزيتيف. اما لي تام ديالهم وداك الشيء ما نقدرش نقول لك لي تام كيفاش دايرين. لقاش كل واحد حر. كل واحد كيخرج داك الشيء ديالو وداك الشيء على حسب. هي ما بقيناش كنشوفوا لي تام بزاف. وهذيك الحريه ديالهم الشخصيه فهمتيني. لقاش كل وعقليته كيفاش دايره. هما عقليتهم دايره بحال هكاك راه بعدك ما غادي دير. المهم راه عندهم جمهور وعندهم ناس كيتصنتوا لهم راه بيك اب صراحه. وشوف الراي عاوتاني ديال روش حيت راه هو ديما كيختلف معايا في الراي. سولو هو غادي يبين لك الحقيقه عاوتاني. كيفاش كتجيك لا نوفيل جينيراس؟ لا نوفيل جينيراس دارت البوز. هي كتكلاشي بزاف. كتكلاشي بزاف وكتكذب بزاف صراحه نقول يعني. حيت كاينين شي روابا دايرين البوز حتى البورتري ديال الرابور ما عندوش. 30 كيلو كيرابي. الله يرحم الوالدين نكونوا واقعيين. لا فهمتك. ما كاين والو شي ما عرفتش كيفاش غنعبر. المهم كاينين شي دياس كيمزكوني وخا لا بلوبار كيتشابهوا. نفس الفلو نفس ديك التحنحينه الاخره كلهم بحال الصراحه نقولها لك. الا كاينين شي وحدين ديفير واخ. الشحشمان على الشحشمان كلاشاك حليوه في واحد النويطه في واحد الديسك ديالها. هو الصراحه بدا بيا. ماشي بدا بك. بدا بيا اول كليب. بدا بيا ماكش كنعرفو. انا جاو عندي الدراري كيقولوا لي حليوه هي باش دار البوز. سمعتك تحالف عليه. انا ديك ليامات كنت كاعي عليك مشديتو. ديك ليامات كنت غندير معاه شي حاجه خايبه. انا نرسو ماشي قنت وغادي من بعد نضرب عليه الحبس فهمتي. ولكن من بعد ملي شفتو اعتذر ودازت الوقت عاوتاني بردات وداك الشيء صافي وانا نعوش فهمتي. ولكن ما خصوش يعاود بحال هذه البساله. ما خصوش يعاود حيت كاينين شي ناس واخا تكلاشيهم ماشي مشكل. ولكن كاينين شي ناس راه لا كلاشيتي راه غتولي في حاجه اخرى غتلاقى معاه. حيت انا نقدر دابا كندوي معاك بارد فهمتك. ولكن راه ملي غنتلاقى مع شي واحد مباشره راه هضره اخرى. ولكن دابا القلوب صافيه. دابا واخا تلاقى معاه ما كاين باس. هاني مسامحه. اسمح لي على وجهي صافي. هاني تو راه قال في واحد اللعيبه قال لك راه ضحكت وهادي هذا الشيء راب. حاليا خرجوا بزاف تاع الدريات كيغنوا الراب. شنو كيبان لك في الراب ديال البنات؟ ابارامون ديما راه انا عندي راي وعنده راي. لحقاش راه انا وياه ما كنتشابوش في العقليه. انا نقول لك اشنو كاين دابا الدريات سي بيان شي اللي كيديروا. باقي خاصهم زوين ودار البوز راهم غاديات كيخدموا كيتعلموا. غير هو راه ما يمكنش تحكم على واحد يلاه بادي. عطيهم شويه الوقت. حكم عليهم من هنا 5 سنين يعني تيتعلموا ميتي يتعلموا الحرفه يتعلموا لها مزيانه باش نحكموا عليهم. دابا يلاه بادين. المهم راه دايرين واحد البوز راه غاديين كيتقاتلوا على حسب لي مويان اللي عندهم وداك الشيء. وبيك اب راه بيك اب. وانت كي كيجيك من تستاتي تمشي دير الخمار. تمشي دير الخمار وطريح. علاش ما ماشي اللي كدير ديك بيلي ميني ميني مع شي واحد. لا ولكن علاش واش الدريات ما يرابيوش؟ راه شحال كانوا الدريات كيرابيو. كان طوندريس كانت سلطانه كانوا بزاف يعني شي عندها حق ترابي. صافي ترابي ملي خلاتها ملي عطيتها الحق ترابي خلاها ترابي. لا ماشي انا عطيتها الحق ترابي. راه هي اللي عاطي الراس الحق ترابي. هذاك بوز بنت ستاتي البوز بلا. وخصوصا ملي تخلطات مع حليوه على ديك الحليوه
حليورة 2018 دجاجة بيضات ميخي كبر واحد شوية سماو حليوة بدا كيرابي حيت ني فلو ني باغول شخصية كشخصية ما نكذبش عليك انا راه عمرو ما وقيلا راه كاع ما كيعرفني لا شيء ما نكذبش عليك راه يدخلوا عندك لي فان ديالو بداو يعيروك يعيروني لي فان ديال دوك اللي دايرين الترطيبة ما بطينا جنب يعيروني ولكن ما نكذبش عليك اخويا والو ما تيمسكنيش ماما ميمي ولي كيقول ماما ميمي ما كيمسكنيش انت واش فراسك باللي شتي حتمان هو اول واحد دار التراب هاد اللعيبه هادي في خباري كانت عنده واحد الكاسكيطه بيضاء شحال هادي الله يتم مكتوبه فيها التراب هنا شحال هادي حالتي هنا واش بصح هادشي حتمان بصح انت هو اول واحد دار التراب في المغرب صافي دابا انا نقول لك علاش ماشي حيت انايا جن كيجي كيقول لي دابا انا متبع امريكان فاميلي ما كتولي شي طوندون جديده باقا ما غادخل على عامين المغرب انا كنكون من هذوك اللي خمسه دقائق خرجت امريكا خمسه دقائق موراها عرفتها نسيت عندي صحابي الامريكان بزاف الحوايج اللي كيوصلوا ديما لي طوندونس جداد اللي خارجين ماشي بحكم انني اوعى الرابور ولا شي حاجه وانما بحكم انني داخل في الميدان مزيان يعني في المغرب اختار شي حاجه في امريكا انا كنعرفها من بعد غتجي المغرب على عامين ثلاث سنين وهذا الشيء اللي وقع نهار لعب ستراب 2010 كان تعلم كيلعب ستراب بقاو كيضحكوا عليا اف ايكغيك صورت لي كليب ولا شي حاجه مالو شاد تخربيقه في الاخر ملي رجعت 2018 8 سنين افون جات 2018 وخرجت دابا بديت كنشوف داكشي بقيت كنضحك شوف سبحان الله كنسبقهم بالولاد الدريات في الكليبات كنت كندير هذيك الوقيته كنت كندير كليبات وهذا مالو بغا يخسرنا الاخلاق ديالنا مالو كتاع مالو المهم هذا ما كانش هذه او غروسو مودو صافي بليزير انا ماشي مشكل حنايا الله يجعلنا غابه والناس حطابه اخوه حنا نختارعوه هما ياخذوا بعدنا ماشي مشكل هادشي داكو شنو هو الجديد ديالك حاليا اللي كتوجد بعد الخروج ديالك دابا اخويا الالبوم ديال الفقر والشجاعه كنصور ليه في الكليب ديالو صورت كليب الاول عاد باقي مازال غنصور كليبات اخرين غادي نخرج الالبوم ديالي هذا هو الجديد او ميم طون غادي ندخل سميتو عاوتاني للسينما كاين واحد المسلسل غادي يتصاوب كيدوي على الزنقه كيدوي على الراب وكيدوي كله راب وزنقه اجرام غادي نكون فيه الدور الاول من البطل فيه ان شاء الله نتمنى اني نكمل غدا لا سيزون الاولى غتبدا ب 10 الحلقات وغدا كل مره سيزون الله يكمل بخير اخويا امين عشيري ولكن دابا ملي غتعطي ترابي الالبوم ديالك وداكشي واش غتخلي شي حتمان ولا غدير القبيح حيت واحد لقيته حيت وليت كنشوف بزاف داك القبيح راه جا عندك في فيسبوك فوالا واش بدلتي السميه ولا كيفاش بدلت السميه كاريمون حيت الشحتمان بحال قلتي 20 عام ديال الكارير بارا كنبدلت عاوتاني ندوز لحاجه اخرى فهمتي واش نقول لك هذيك ديال فاليدي يعني لي مورسو حيت ديك فاليدي ديال الزماكرة ما كتعجبنيش بغيت نقول لك 20 عام ديال كاين صافي بدل عاوتاني غندوز لحاجه اخرى واش دابا لي مورسو غيخرجوا بالقبيح كاع المورسو غيخرجوا بالقبيح وباش الناس ما يبقاش عندهم واحد التغالط في القبيح انا راه ماشي قبيح كنشد عباد الله نضربهم نتعدى عليهم هذا كيتسمى معدي كيسعى مين كتب المعدي هضره اخرى قباحة عندي في الرياكسيون ديالي حيت انا اوطون كو بوكسور اللي هي كنديرها عندي واحد الغيفلكس في الدم ديالي هذيك كتسمى قباحة وقباحة عندي في الرينغ بزاف في الرينغ ما الراب كيبقى راب ما انا قبيح في الرينغ ملي كنطلع الكومبا كنطلع انسان اخر هذا هو علاش جاي هذا السمي ديال القبيح دابا درت شي داكشي كومبا دابا انا شحال تعطيني تاع الحياه ستة تاون راه بزاف كاين ستة تاون اللي يقصد كاين عجيري شتي حتما باش نسالي الحلقه اخويا شي كلمه لهاد الدراري هادو كنتمناو ان شاء الله في اقرب وقت يخرجوا ماشي يخرجوا مره جماعه اقرب وقت نتمنى ان ما تبقاش هاد حيت باغي تختار واحد المشكل ما بغيتوش يتختار هو ان الراب يولي مضارب مع الدوله راه ما كاينش هاد الهضره هادي بلا ما بنادم بدا يكذب ما كاينش الراب مضارب مع الدوله مضاربه مع الراب الدوله مضاربه مع البوليزاريو مضاربه مع شي حوايج كبار هاد الشيء ديال البراش بغينا هاد الكذوب وهاد المشاكل الا كانت من واحد البوليسي واحد ما كندويش على الكاين ديال البوليس كامل حيت صحابي انا كل هادشي اللي تيقول نيت مورو تيقول حنا ما عندناش مشكل مع هذا المشكل الكاين ديال الشرطه كامل خوتنا وصحابنا وعائلاتنا هما اللي خدامين فيه فهمتيني مره كيخرج شي بوليسي اللي كيكون نيرفو بقوه الخدمه وداك الشيء يقدر يصرفق شي واحد في الزنقه يقدر يدير شي رياكسيون انسانيه اكثر ما هي غير الناس كياخذوها بطابع ديك الكسوه اللي لابس كيقول لك بوليس كامل لا ماشي البوليس كامل واحد هو اللي كيدير ان كونفلي مع واحد كيبقى اذا ما تخشيوناش حنايا في هذاك العالم ديالكم عندك مشكل مع بوليسي بقى انت وياه خلينا حنا ابار ونتمناو للدراري سي بي 4 كاملين
علي صميت هو علي صميت ود القريا كاع الدراري كاملين ود القريا ولا الدراري انا عرفتهم تخرجت انايا صح ماكش كنعرف ايه والله يصوب ليهم والله يدير ليه شي شاوي اخويا الله يدير لهم والديهم كاملين الله يصبرهم ساكن نتمنوا هذا الكونفلي هذا يسالي في اقرب وقت والله حيت ما بغيناش يدخل في واحد واحد المسار ديال تولي حرب ما بين هادو وهادو وهادو يكلاشيو في البوليس والبوليس يشدوا فيهم وغيوليو وغادي هذاك الشيء غادي كيكبر تنوليو في مظاهرات برا تنوليو يبداو بنادم ياكل العصا نوليو في ليزيلطرات ونوليو غيكبر داك الشيء راه ماشي غيصغر حيت راه عمرك ما غتقمع واحد وغادي يحني راسو حنا المغاربه دمنا حار ما غاديش تصرفقني وغنحكا الا حكيت اليوم غدا غتكون دايزر غنردها لك راه ما غاديش تبقى عندي تبات عندي فهمتيني هذا كنتمنوا هذا الشيء سالي وحنا واقفين عليه دابا ميرجع دابا هضره اخرى عاوتاني سالي هذاك الشيء حنا اللي في الراب شادينو بحال هكا ملي كنت مشدود بحال هكا راه طلقناه دابا رجعت ما مشدودش دابا راه الراب ها هو عاوتاني عاوتاني غتبدا هضره اخرى هذا ما كانش ان شاء الله وبون كونتينياسيون خويا كي كتجيك ستريت ارت ستريت ارت مكلاسي عندي انا هي الثالثه اللي عاونات الموفمون من الاول هو البولفار لقاش هو اللي عطى لها الكيان نبداو بدينا معاه حتى حنا البولفار البولفار مومو هشام باحو كنسلم عليهم هشام عبقاري حتى هو اللي كان كينظم لي كونسير وداك الشيء حتى هو هذوك كاع الناس كنعطيهم بيك اب حيت هما اللي هزوا دافعوا علينا حيت حنا ما كانش عندنا لو سيت ما سرحوا لنا الطريق فوالا ما كناش حتى كنعرفوا يعني لي كيفاش نتعاملوا مع لي جورناليست ديك سادو مون بوكو تشوز كانوا هما لي بورت بارول ديالنا هذا سي بور لو جا سي بور ثاني هو ايتراديو جاي مني الله بداش كانت بادي غبر الراب غبر الراب كتعرف خير الراب كان مومو ديال ايتراديو كيجي عندي الاستوديو كنعطيه ليست ديال الراب وهو كيمشي كيدير السيليكسيون ديالو ويعزل اللي بغا ولا عيبه كيجي عندي حتى الاستوديو كيجلس وكنبدا نعطيه المورسول حتى هو كنسلم عليه مومو يونس بالمهدي حتى هما كنسلم عليهم هاد الناس ساقوا في الراب من الاذاعات كاملين ولاو كيدوزوا جا سي بور ثالث اللي كيبان لي انا شخصيا هو ستريس ار يعني كلاسيتكم انا مع الناس اللي في التاريخ غادي يبقى شكرا صنوفي بليزي اخويا الله يحفظك اخويا الله يحفظك لي اخويا الشيخ حشمان يوتيوب اخويا الروش دبل زيرو حتى هنا الدراري كتسالي الحلقه ديالنا ان شاء الله وموعدنا ان شاء الله في حلقه واحده اخرى وما نتعطلوش عليكم مره اخرى ان شاء الله والحلقه تعلم نكون ان شاء الله غادا تكون قريبه حيت طراو شي بلانات في الحلقه المهم لا نكون هو المكلف بداك الشيء اللي بغى يدخل عنده هو يسولو كنشوفك من هنا غيديروا لك الهجوم اخويا يوتيوب الدراري نتلاقاو في الحلقه الجايه وي ار ستريت ارت وفري مور روك اند وورك ما تنساوش تلايكيو لاباج ديالنا في الفيسبوك وتابونو عندنا في لاشين يوتيوب ميرسي.